مركز في مصر. يعني انا داخل في جبن القمح علي حوالي 70% من القطاع الفردي او 60% الفردي، وفي نفس الوقت كده على القائمه اللي كانت بتزداد فيها على مستوى الجمهوريه، لنا قائمه الطيران احنا لينا فيها قائمه. ان شاء الله احنا هنبدا الدعايه الخليجيه بتاعتنا مع بدء البدايه القانونيه للدعايه قبل فتره قبل الانتخابات ب 21 يوم. ده زي القانون ما بيعمل، احنا مش عاوزين نخترق القانون. ويمكن الفتره الماضيه كان كثير مرشحين عملوا بانرات وبوسترات ودعايات، ما فيش ولا مرشح حزب النور على مستوى الجمهوريه كلها عمل اي دعايه. ان شاء الله باذن الله يعني النواب المحتملين حزب النور قدموا اوراقهم والبعض لسه بيقدم، ونتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى ان اللي يعني يدخل المجلس يكون على قدر المسؤوليه